السلام عليكم متتابعين، كي دايرين لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا على خير. اليوم جيت نصايب معكم الشباكيه باللوز، وهذا هما المقادير اللي عندي. نبداو بسم الله. هنا عندي كيلو ونص ديال الفورس رطب ديال الحلوه، انا غربلته عاد درته هنايا. هنا عندي كاس ونص ديال الزنجلان، انا طحنته كي كتشوفوا ها هما كرديتو، طحنته مزيان. عندي هنا كاسونس د اللوز حتى هو مطحون ومغربل. عندي هنا معلقه كبيره ديال النافع، ومعلقه ديال القرفه، ومعلقه صغيره ديال حبه حلاوه. كل شيء عندي مغربل. هنا عندي شويه د الملحه في راس المعلقه. هنا عندي مسكر حره معلقه صغيره، انا دقيتها مع السنيده، نخلطوا هذا الشيء بسم الله. نخلط هاد النواشف كاملين، عندي هنا ربع معلقه ديال الخميره ديال الخبز، هي شويه ماشي بزاف، هي ربع معلقه. هنا خماره ديال الحلوه 7 غرام. كاس صغير ديال الماء الزهر. عندي هنا جوج صفر البيض، درت غير صفر. نص كاس ديال الزبده مذوبه. كاس ديال الزيت ديال العود، يعني من الاحسن يكون فيها زيت العود. عندي هنا الخل، هنا معلقة كبيرة الخل صافي. عندي هنا زعفران الحر، انا فزكته في الليل بات فازك عندي، عاد باش خدمت به دابا باش كيطلق مزيان. هو زعفران الحر كيجيب دائما الاطباق ديالنا بنينة، هو غني على التعريف كتشوفو. انا غادي نجمع هذا الشيء، وغادي يبقى الماء احتياط، يعني الا احتاجت الماء ضروري غادي نكمل به. من بعد ما جمعت المقادير ودلتها شويه كي كتشوفوا، انا غادي نقطعها. من بعد ما كورناهم خليتهم حتى ارتاحوا شويه، درتهم بالسلوفان خليتهم حتى ارتاحوا. من بعد ما طويتها بحال المسمنه، بحال شكل المسمنه، خليتها ارتاحت شويه. غادي نديرو بحال هكدا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة كنقطع،
هذا الشكل هكذا. كنبقاو نحطو وحده ونهزو وحده ونحطو وحده ونهزو وحده حتى الاخر، كنطويوها كنوليو نقلبوها بحال هذا الشكل هكذا. من بعد ما كملنا الشباكيه ديالنا، الشباك هانتوما كي كتشوفوا صافي، حنا تكملنا. درت الزيت يسخن، انا حطيت هنا الزيت سخن. نبداو بسم الله. غادي نقليو الشباكيه ديالنا، خاص يكون الزيت كثير باش كتجي مزيانه ما كتحرقش، وبطبيعه الحال سخون. صافي انا غادي نكمل هكذا حتى تبدا تحمر، ونرجع معكم وتشوفوا الشكل ديالها كيفاش تحمرات. الشباكية ديالنا هي ديال التقلا، ملي تكون كتقلا نحركها بحال هكا، ندوروها ما نقلبوها ما والو، غير بحال هاد الشكل هكذا صافي باش كيدخل فيه هذاك الزيت. هانتوما بركه، هذا هو الشكل، لان مع العسل غادي تعاود تزيد تحمر. انا عندي هنا العسل، هذا هو العسل اللي صايبت معكم في الفيديو السابق، هو بارد ماشي سخون، لان ما خصش يكون عندنا العسل سخون، هي سخونه صافي كافيه باش تحمر فيه. كنقطروها بالزيت مزيان ونحطوها في العسل. بحال هاد الشكل هكذا نخليوها حتى تشرب مزيان، ونقلو البوطه على حساب الخلي، ونعاودو نديرو عاوتاني نكملو الشباكيه ديالنا ونرجع معكم ان شاء الله في الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه اللي صايبت معكم، الشباكيه ديال الدار كتجي زوينه، شي حاجه مصوبينها بيدينا. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الطريقه باش صايبت معكم. هانتوما كي كتشوفوا كتجي معلكه، كتجي معلكه وزوينه. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الطريقه باش صايبت معكم هاد الشباكيه. خليتكم على خير وشكرا.